عودة لكم من جديد مشاهدينا لاستكمال حصاد الليلة. هذا وكان وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي قد أدلى بتصريح للزميل أحمد بوطاف، فلنتابع. إذن أعزائنا المشاهدين، كما تشاهدون يحضر معي معالي وزير النقل والأشغال العمومية السيد بوجمعة طلعي من أجل الحديث أكثر حول تقدم أشغال إصلاح طريق الرابط بين بن عكدون أطال البيضاء. مساء الخير معالي الوزير، وشكرا على قبولك الدعوة. شوف، احنا نوعين في أشغالنا ونلاحظ شيء بأنه فيه تحكم تقني من مهندسين وشركات جزائرية. الوتيرة معتبرة كما تشوفوا فيها، اظن الشيء الاهم هو انه الاشغال تنتهي اليوم في الليل وغدا في الصباح تقدر تمشي الى شغلك على الطريق السيارة. ان شاء الله غدا ان شاء الله تكون الاشغال هاك تشوفها شيء يتحكموا فيه، شويه صعب ولكن يكون جاهز غدا الصباح. مع الوزير ربما قلما شفنا وزير ربما يخرج هكذا لابس قشابيه، ولفنا بانه مظهر الوزير دائما كوستيم كرافات ويتابع تقدم اشغال عن بعد. اليوم السيد بوجمعة طلعي كسر هي شوف هي احنا نعاين في اشغالنا ولكن جينا باش ندعمهم شويه. لا تنسوا ان الناس هذم خدموا يعني من غير نون ستوب من البارح، جينا ندعمهم نشجعوهم باش ما يفشلوش. هذا مكان. شكرا جزيلا معالي الوزير. إذن كما شاهدتم معنا اليوم معالي الوزير السيد بوجمعة طلعي خرج عن كسر الطابوات وكسر صورة الوزير الذي يرتدي ربما البدلة الرسمية، وهو الآن حاضر هنا مع العمال وواقف قدم وساق على تقدم الأشغال. نتمنى أن تعم هذه الفكرة لدى كل وزراء حكومة سلة الخمسة، ولما لا نرى وزراء في الميدان ويعاينون مشاريعهم في ساعات متأخرة من الليل. العودة إليكم إلى الاستوديو.